مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. زي ما انتم شايفين احنا في مكان رائع في عاصمه العالم من عده سنوات، كانت الاسكندريه. اسكندريه مش بس جمال بحر وشاطئ، وفي عندنا مكتبه اسكندريه وعندنا متاحف رائعه زي متحف المجوهرات، متحف القومي، وعدد كبير جدا من الاثار. لا كمان في عالم كبير. العاصمه الحقيقيه عاصمه اسكندريه موجوده كلها تحت البحر، مش حضارة واحدة، في الروماني وفي الإغريقي وفي اليوناني أو البيزنطي، وفي آثار لكليوباترا وأماكن رائعة كتير. مش بس بقى آثار، كمان في بواقي أو بقية من الحروب، سواء الحرب العالمية الأولى تحديدا، في قصة كبيرة للحرب العالمية الأولى موجودة تحت البحر، ودلوقتي بتعمل غوص ورحلات تحت البحر، وفي متحف اسكندرية كلها بتحلم بيه انه يبقى موجود تحت البحر، يبقى بيحكي الحكايات والحضارات كلها اللي موجودة في اسكندرية. خليكم معانا هنتابع حلقة مختلفة ومميزة من عروس البحر الاسكندرية. الدكتور اشرف صبري، المؤرخ العسكري واستشاري طب الاعماق، رئيس اللجنه الطبيه للاتحاد المصري للغوص، ومدير اول مركز الاسكندريه للغوص. يا اهلا وسهلا. اهلا، مساء الخير. طيب لو اتكلمنا عن اسكندريه بشكل عام، اسكندريه من ايام ما فكر فيها يعملها اسكندر اكبر ويدي قرار انه تتبني كانت بيسموها عاصمه العالم طبعا. فالاول عايز اعرف ليه، واللي على اساسها بقى عندنا كنوز تحت البحر، فتدينا فكره كده الاول بشكل عام عن اسكندريه. طبعا احنا اسكندر الاكبر سنه 332 قبل الميلاد اختار البقعه الجميله الاسكندريه دي بالذات، ان قدامها جزيره. على فكره احنا عند الجسر الترابي اللي مده اسكندر الاكبر عشان يوصل الجزيره اللي عند القلعه بالمدينه، اللي هي بدايتها عند السفاره، يمكن القنصليه الفرنساوي. الجسر الترابي ده قعد يكبر لدرجه ان احنا صعب جدا نحدده، لكن زمان كان حاجه رفيعه جدا، علشان يعمل ميناء، ودي كانت اهم ميناء في العالم لعصور كتيره جدا، والميناء دي ما زالت تعمل، هي اقدم ميناء في العالم ما زالت تعمل حتى اليوم. فاحنا بنتكلم على ميناء اثري، محميه اثريه بحريه مش موجود زيها في العالم، تحتوي على كنوز تحت بحرها، بالذات القصور، القصر الصيفي لمارك انتوني، التيمونيوم، حوالين القلعه من بره في اجزاء من فنار اسكندريه القديم، المعبد، 8000 قطعه اثريه، تماثيل ابو الهول. فاحنا بنتكلم على اسكندريه تحت البحر زي ما هنتكلم على الهرم فوق الارض. ياه، على الدرجه دي. بالظبط، لان مش بس مدينه واحده غرقانه تحت بحر اسكندريه، عندنا مدينتين غرقانين حضارات. مدينة كليوباترا الغارقة بكنوزها الرائعة، بتماثيلها، بمركب الشمس بتاعت كليوباترا اللي كانت بتبحر شايلة ملكة مصر، الملكة العظيمة، أهم إمبراطورية في على كوكب الأرض. كليوباترا مركب اللي كانت شايلة الملكة العظيمة، الملكة المصرية، عشان توديها من اسكندرية لروما لعقد اتفاقيات، وتبدأ يحصل قصة حب، أروع قصة حب في العالم بين كليوباترا وسيزر، وتخلف ولد اللي كانت فكرها طبعا السيزاريان ده هو اللي هيحكم العالم، لأن هي كان المبدأ عندها مش قصة الحب الحقيقية، دي شطارة المرأة المصرية الرائعة، إن هي تختار مين علشان النتيجة هتكون ايه، عشان ابن يطلع يحكم العالم، امبراطور يحكم الامبراطوريتين العظمى الكبرى مصر وروما، هو مصري سيقود العالم كله بجيوش تفوق العالم كله. كانت خطة في حضارة قد ايه كل ده موجود تحت المياه، خطة رائعة للملكة، كل ده
زلازل وأحداث تحدث متتابعة وتغوص القصور تحت بحر اسكندرية في الخسوف الأرضي اللي حصل للجزر اللي كانت موجودة جوه الميناء الشرقي بكل اللي عليها نزل تحت الجزيرة فاروس أجزاء كبيرة منها. فنار اسكندرية أحد عجائب الدنيا السبعة ده ما زال موجود تحت البحر، أجزاء من الدور الثاني بالكتابات الهيروغليفية بالشبابيك بتاعته. لكن في مرحلة انتقالية كده بيحكوها من أيام الأمير عمر توسون، انه لما كان في تيار بريطاني طاير فوق البحر المتوسط لقى حاجه زي حي ملكي. دلوقتي احنا بنتكلم، احنا ده اللي هنجيله، المدينه الثانيه هي المدينه هيراكليون، هو ده احد اكتشافات. طبعا كل دي اكتشافات اثريه قديمه من الطيارين ونتخيل كمان، شوفي امرائنا الجمال يصرفوا قد ايه من اموالهم الخاصه علشان يطلعوا تاريخ مصر وكنوزهم. الامير عمر توسون لحد النهارده الراجل ده وعائلته وأحفاده ما زالوا يعشقوا هذا التراب، وكثير من الأثريات والناس اللي بيشتغلوا يمكن هم ليهم تأثير كبير على بداية العمل الأثري تحت البحر. سنة 33؟ طبعا سنة 33، لأن مدينة أبو قير كان فيها مدينة تانية هي مدينة هيراكليون الغارقة، ودي اللي طلع منها اجزاء كبيره جدا كتيره جدا في الاكتشافات اللي عملها الفرنساويين بعد كده. كثير من التماثيل اللي بتلف العالم النهارده في متحف بحري يجوب العالم موجود اليومين دول، موجودين يمكن اعتقد في الولايات المتحده الامريكيه. وانتوا في حلم هنا ان يتعمل متحف بحري تحت الميه؟ احنا يعني الحلم ده من ايه، 1910؟ من 1900 و... من 2010 يعني احنا من قبل كده كمان، من 2003 و4 تتكلموا في الموضوع ده ولم يتم الاحداث دي وبتاع. ولكن الحقيقه هو الآثار دي بدأوا يحطوها في أحواض مائية ضخمة جدا ويعملوا عليها أضواء رائعة كأنك تحت المية والعالم كله بيتفرج عليها، كإذا عارفة زي مثلا احنا بنتكلم عن رمسيس الثاني وبنتكلم عن توت عنخ آمون وآثاره وهي بتلف العالم، شوفي قد ايه بتجيب أموال طائلة. نفس القصة لهذه الاثار البحريه اللي بتلف العالم باموال طائله لمصر. هنتكلم ان بعد شويه ان ليه ما خدتش نفس البروباجندا اللي اتعملت لتوت عنخ امون على مستوى العالم، يعني مش كل الناس تعرف عن اللي موجود في بحر اسكندريه تحديدا. بس كملي على المدن الغارقه اخرى. فاحنا كده بنتكلم على مدينتين غرقانين، مدينه كليوباترا الغارقه في الميناء الشرقي وحولها، ومدينه هيراكليون الغارقه في ابو قير. مش بس وطبعا مركب الشمس لكليوباترا اللي تم اكتشافها وحتى كان فيها الخاتم. طعمين منها مصغر شويه، انا مش عارفه نور ممكن تجيبها. ده احنا الحقيقه حاولنا ان احنا نعمل كرنفال ويمكن هنتكلم عليه بعدين. ومتصور معانا. متصور طبعا من في سنه 17 2017 عملنا كرنفال وملكه كليوباترا والعرش، بنحاول نثبت التواصل بين الحضارات او العصور المختلفه، بدايه كليوباترا واحنا بنعيد ريبليكا كليوباترا النهارده وبتنزل تسلم مفتاح اسكندريه للحاكم والمحافظ، وعايزين نقول تواصل الشعوب ان هذا الشعب هو احفاد هذه الملكه العظيمه واجدادنا المصريين القدماء اهل الحضارات والاديان وكل الحياه اللي بندور عليها هنلاقيها عند الناس دي، بس احنا بنبعد عنهم وده صعب جدا. احنا بنحاول نرجع ده تاني ونعمل دعايه ليه، لان انا عارفه ان اسكندريه مظلومه بشكل كبير جدا. الدعايه بتاعت اسكندريه بالذات هي دعايه دوله، يعني ما نقدرش نقول شركه صغيره تعمل دعايه بملايين، هي مش هتقدر تشتغل وتجيبهم. فاحنا محتاجين دوله تهتم بمدينه عظيمه بتاريخ عظيم. اسكندريه كانت عاصمه مصر 600 سنه، احنا بنتكلم في اصل الحضارات المصرية في اواخر عصر الفراعنة اللي كانت بتجمع خلاصة عمل الفراعنة كلهم في اخر عصورهم. نقدر نعرف التطورات اللي حصلت اللي حصل بعد كده بالظبط كده، التطورات دي كلها في هذه العصور انتهت هنا في اسكندرية. فبالتالي اسكندرية محتاجة دعم معنوي ودعم دعائي وإلقاء ضوء
وهي الحقيقه اسكندريه يعني اقدر اقول هي كفيله انها ترد باثبات مادي اللي تحت البحر واللي فوق الارض، واحنا يعني مدن اسكندريه يعني العائد بتاعها هيبقى كبير جدا لو تم الاهتمام بيها بشكل كويس على مستوى العالم. كمان مش بس كده، احنا لو عرفنا كمان ان اسطول نابليون بونابرت بالكامل غرقان في اسكندريه في ابو قير ومحافظ على نفسه تحت المايه. طبعا يعني اكبر مركب في العالم في هذه الفتره اسمها اورينت، اللي هي مركب الاسطول احد الكبيره بتاعت اسطول نابليون، هي غرقانه في اسكندريه وكانت تحمل كميات كبيره من الذهب وتم العملات الذهبيه، لان دي كانت الرواتب الشهريه او السنويه للجنود. ومش بس كده، ده في اكتشاف جديد حصل من خلال البعثه الفرنسويه ل 72 مركب من القرن الرابع قبل الميلاد. تخيلي 72، احنا بنتكلم في ذخيره يعني ليس لها حدود من الاثار تحت البحر. يعني انا كان ليا الحظ ان انا بعمل في مركز غوص بقاله 20 سنه والوحيد في اسكندريه على الاثار الغارقه، ان احنا نعمل بعض الاكتشافات. اكتشفت 14 مركب من الحرب العالميه الاولى غرقانين في اسكندريه، وقدرت اوصل لقصص كتيره جدا تتعمل منها افلام وعملت كتاب. انا عايز اسال حضرتك، يعني دلوقتي سنه 95 وسنه 96 اتعملت اداره الاثار الغارقه، المفروض ان الواحد مجرد ما يسمع ان في اداره مخصوص اتعملت الاثار الغارقه نلاقي بقى انه على مستوى العالم الناس ابتدت فعلا تعرف ده، بس الموضوع عايز ميزانيه ضخمه جدا. طبعا يعني إدارة الآثار الغارقة هي إدارة رائعة، والناس بيشتغلوا معايا واحنا دايما متواجدين، وفي تذاكر بتتقطع للناس اللي بتنزل تغطس على الآثار. لكن هم 95 و96 دي على ما اعتقد كان في اكتشاف برضه، وهو ده اللي يمكن دايما في اكتشافات. كل يوم في اكتشافات جديدة، كل يوم في حجر جديد بيتفحص ويطلع منه كلمات كانت مكتوبة وكتابات هيروغليفية وبتحكي قصص كتير. كل يوم في جديد في بحر اسكندرية، مش بس الحرب العالميه الاولى. انا عايز اقول لك يعني من خلال اكتشافاتنا كان مركب غرقانه، وقدرت اوصل للناس اللي كانوا عايشين على المركب دي، والناس دول بعتوا لي كل ما حدث على المركب بالتفصيل بالصور، لان جدته كانت هي الممرضه وكانت بتحب سكند يعني اوفيسر، قصه رائعه يعني. وبعت لي الجواب السكند اوفيسر، هو ده اللي المفروض هيتعمل فيلم او سمعنا حاجه زي كده بالظبط. ده كان عمر الشريف الله يرحمه، يعني هو كتب مقدمه الكتاب بتاعي وعرض القصه دي على ستيفن سبيلبرج اللي كانت مفروض يعملها فيلم، لان كان فيلم رائع جدا، هو احداث حقيقيه. طب طبعا وقف ليه المشروع ده؟ هو الحقيقه كان الميعاد ان ستيفن سبيلبرج هيجي في شهر مايو 2011، وقامت للاسف الثوره اللي هي وقفت حاجات كتير. ممكن نعيد احياء الفكره تاني؟ طبعا طبعا، لان في سيناريو اوريدي، طبعا في احد السيناريست الكبار كتب سيناريو عن موضوع الفيلم ده، لان هي قصه مكتوبة في حوالي 6 صفحات خطاب كتبه السكند اوفيسر لأبو الممرضة دي، بيقول له اطمن بنتك ما ماتتش، وانا هحكي لك الحكاية بالظبط من ساعة ما طلعنا من ساوثهامبتون لحد ما مركب غرقت في اسكندرية. والله فيلم زي ده ممكن يعمل دعاية عظيمة لاسكندرية بشكل كبير جدا على مستوى العالم، لأن الراجل احنا لو عرفنا ان اللي أنقذ الناس دي هي الصيادين الجمال المصريين اللي جري ولقوهم ناس بتغرق وبتموت ومراكب بتغرق وناس عايزة حد ينقذها، بقى ويجيبوا القوارب ويجروا ينقذوا الناس ويرجعوهم على الميناء من 6 ميل، يعني هو يقدف بإيديه 3 ساعات، شوفي المجهود الضخم، ويرجع بيهم شايل بيقدف بيهم 3 ساعات ويشيلهم وقعدوا هم يحكوا قد ايه الناس دي عظيمه، وقد ايه ناس عندها فداء، وقد ايه ناس بتحب الحياه وبتحب تنقذ الناس يعني ده حتى دليل على المصريين، احنا مش شعب يعني زي الشعوب اللي متواجده يمكن حوالينا بنشوفهم دمويين عشوائي. لا ده هم محتلنا واحنا كمان خايفين على حياتهم، بنحافظ عليهم وبنجري ننقذهم ونتعرض لمخاطر، لان شعب يحب الحياه والحياه والانسانيه عنده يعني عاليه جدا جدا. وده تلاقيه في مواقف، انا هنروح بعيد ليه، انت الناس الطبيعيه احنا كمصريين، وتعالي خشي بقى في موقف كده زي حرب 6 اكتوبر، تلاقي الجنود دول تحولوا الى اسود وانت بتبص لهم، يعني يمكن الصبح لو قابلتيه الصبح هتقول يا ده طيب وحلاوه ده هيعمل ايه ده، انما يتحول الى شخصيه عنده عقيده كده وعقيده يعني. هو ده حتى الصياد اللي بيتكلم في الحرب العالميه الاولى اللي يا دوب نازل يجيب سمكتين عشان بيته اتقلب لوحش فجاه،
في ثانية. هو ده اللي كان قوي. يعني محتاجين نعمله فيلم عشان نفرج ولادنا واحفادنا ايه الحياة، احنا مين في اصولنا وجذورنا اللي احنا مش شايفينها كويس اليومين دول، علشان ترجع تاني. اي حاجة بنشوفها في عيوب دي حاجة طارئة علينا جاينا من بره مش بتاعتنا اصلا بالزبط. يعني بالظبط. دلوقتي انا لو اتكلمت بقى عن سياحة الغطس وازاي ممكن نربطها بالاثار الغارقة، هل بيتعمل جدول للدايفرز اللي غاويين انهم يعملوا غطس وفي نفس الوقت يبصوا اثار؟ لان يعني دي حاجة انا ما اعتقدش موجودة يمكن في كتير من البلاد. يعني انا قلت لكم ان انا كان عندي غطس النهاردة الصبح رغم ان الدنيا شتاء وساعة وكده، لكن الحقيقة بيجي اجانب من مختلف انحاء العالم وبيهتموا جدا باثارنا الغارقة، ودايما بتلاقي بتوع الاثار موجودين عشان الاثار الغارقه هم موجودين عشان التذاكر تتقطع كانه داخل متحف، وفعلا هو متحف تحت البحر بيتفرج. ودايما احنا يعني لو قلنا الغوص على الاثار الغارقه مدى الرؤيه 5 متر ل 10 متر، مدى الرؤيه قليل. لكن انا دايما بشرح للسائح الغواص اللي بيجي بقول له انا كل 5 متر باخدك من مفاجاه لمفاجاه جديده، نقله من حضاره لحضاره. مش عايزك تشوف المفاجآت كلها مره واحده. لو الرؤيه كريستال كنت هتشوف كل حاجه في لقطه وخمس دقايق وهي خلصت، لكن كل 5 متر انت بتشوف مفاجاه. تمثال، ابو الهول، القعدة بتاعت عمود السواري، التماثيل الرومانية والإغريقية القديمة، الأعمدة الإغريقية والأعمدة الرومانية والأعمدة الهيروغليفية، حتى الأعمدة الفرعونية، لأن هي كانت كليوباترا بتتسوق من الأقصر وأسوان حاجات بتاعت رمسيس تجيبها اسكندرية، عشان اسكندرية دي أجمل مدينة في العالم، فكان لازم. فالجمال ده كله اللي هي أجمل مدينة في العالم موجود تحت البحر. فتخيلي بقى لما بيجي له الدنيا كلها وننزل نغطس على القصر بتاع مارك انتوني، نشوف ترابيزه السفرة بتاعت كليوباترا، القطعه الكبيره، رخام احمر، تمثال ابو الهول. احنا عملنا مره كان حفله زواج على قصر كليوباترا، وكانت الدعايه هي لاحد المدربين اللي كانوا عندي هنا، وكانت مدربه كمان بتشتغل فرنسويه، حب بعض وعايزين يتجوزوا، معهمش فلوس، تعرف الغواصين دايما غلابه. فقالوا قلت لهم طب ما احنا بنغطس كل يوم على القصر، ما نعمل فرح على القصر. وفعلا احنا ابتدينا نعمل لبس مخصوص على الملابس الغوص، وابتدينا نلبس العروسه والعريس، وابتدينا ننزل. لكن انا قبل ما اعمل الحكايه دي باسبوع عملت بريس ريليز ان اول زواج على قصر كليوباترا بعد زواج كليوباترا شخصيا، يعني بعد جوازها هي ده اول جواز يتم. وانا عايز اقول لك كان في حوالي يمكن 12 مركب مليانين صحافه واعلام واعلام قوي، ناس الحقيقه دعوتهم بقى من فتره الموضوع كان بيتجهز له كويس يعني. والله يعني احنا يعني ما فيش اسبوعين شهر الناس جت، الناس جت جري يعني 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 الموضوع كويس. كان شيق بالنسبه لهم، رغم ان انا كنت يعني يعني حاطط بريس ريليز كده هيجي مش هيجي، لكن ما كنت صدمت من فاحنا مش احنا مش محتاجين نبذل مجهود كبير في الدعايه. يعني الحقيقه الاسم بتاع المدينة كليوباترا الغارقة، كليوباترا مين ما يعرفش كليوباترا، مين ما يعرفش مارك أنتوني، مين ما يعرفش سيزر، مين ما يعرفش نابليون، مين. فاحنا مش محتاجين نبذل مجهود للناس دي عشان نقول لهم احنا كل الحكاية، هنقول لهم تعالوا احنا عندنا كذا بس، ونسيبهم هم يحلموا يعني الموضوع فعلا مش محتاج الدعاية اللي احنا متخيلينها او مصاريف كتير. عندنا الجاذب الرئيس مع الاهرام اهي. الاهرام انا بستعجب ان الاهرام اللي اتعملت في الصين ريبليكا بقت بتجذب ناس اكتر من اهرامنا، لان اسم الاهرام لوحده يجذب. لكن احنا محتاجين نقول لهم تعالوا، محتاجين نسهل لهم امورهم،
ما ينفعش سايح يروح يزور الهرم يقولوا له انزل حد من بيشده الاتوبيس من ايده وشيل، لا ده في قلعان بده ينزل من الاتوبيس شيل شنطتك واطلع بيها البتاعه دي عشان ممنوع، وبعدين لما الاتوبيس يجي يعني احنا بنتعبه لدرجه ان هو يروح حته تانية. فالحكايه محتاجه اعاده تفكير، نفكر ازاي سايح بيفكر فينا احنا ازاي لما بنتصرف حتى كده. احنا عايزين دراسه سوق اسواق بس الدنيا كلها بتامن افواجها السياحيه، لكن الاسلوب والعمل عليه بياخد مننا احنا مجهود، لكن المجهود بيعود علينا ان بلدنا دي بتتغنى. كده دايما يتقال ان عايزين عماله دارسه وفاهمه وتعرف، حتى ابسط عامل في السياحه يبقى زي اكبر عامل في السياحه، انه الاثنين مهم جدا ان احنا ندرب اهالينا سواقين الحنطور الناس كله، كل الناس دي لازم تبقى عارفه يعني ايه سايح تتحرك بيمثل بلده. يعني انت بتمثل بلده، في شعوب مولوده عندها الفطره السياحيه صحيح. زي اللبنانيين كده جمال جدا وعندهم حاجه بيسوقوا اي حاجه مفيش حاجه لكن بيعرفوا بالظبط. ده اللي احنا محتاجين نتعلمه، ومش عيب ان احنا نتعلم، ناس تعلمنا ودي مش عيب، واحنا طول عمرنا نفضل نتعلم. عايزين نعمل زي محمد علي يبعت ناس تتعلم ويجيب ناس تعلمنا واللي يرجعوا يعني وهكذا. هو فادي طبعا، بس زي يعني مش في كل الاماكن ومش في كل يعني انا اعتقد في اماكن معينه لا فيها الشغل جامد جدا، في اماكن تانية زي اسكندريه انا حاسه انها مظلومه ظلم كبير. بالظبط، اسكندريه فعلا مظلومه وتحتاج نظره اقوى من اللي احنا بنعمله. انا عايز اقول لك يعني مركز وحيد للغوص بس في اسكندريه، المفروض يكون في 100 مركز في اسكندريه، لكن برضو الاعداد السياحيه لا تغري المراكز انها تيجي تفتح، او لا ما فيش اغراء قوي، رغم ان الماده اللي بنعرضها هي ماده قويه جدا، لكن اللي بنشوفه يعني على قد الحال يعني. مش قادر اقول لك احنا ممكن نغطس بغواص واحد او اثنين وفي ايام ثلاثه اربعه، لكن عمرنا ما كان عندنا الكم الضخم. المحاضرات بقى، انا عارفه ان حضرتك بتدي محاضرات وبتتكلم، ايه اليومين دول بتركز على ايه؟ ايه اللي بتشتغل عليه اليومين دول؟ الحقيقه انا يعني انا بدي محاضرات، سواء محاضرات في التاريخ العسكري بالذات على فتره الحرب العالميه الاولى، وزي ما قلت لحضرتك انا اكتشافاتي بتاعت المراكب بتاعت الحرب العالميه الاولى هي اللي خلتني اعرف تاريخ مصر في الحرب العالميه الاولى، وعشان كده كنت من خلال التاريخ ده، لكن التاريخ ما بيجيش الا بالبحث والعمل يعني، كان لازم ان انا لاني بعمل دكتوراه دايما في فرنسا وانا كنت عايش فتره طويله، فكان من السهل ان انا اشوف كل الارشيفات العالميه واجمع تاريخ عننا احنا ما نعرفوش، تاريخ مصر في الحرب العالميه الاولى. ما كناش نعرف ان جيشنا 1,200,000 جندي، ما كناش نعرف ان احنا عندنا 600,000 شهيد، حاجات كتيره جدا ما كناش نعرفها وقدمتها للقوات المسلحه، وبناء عليه بقيت ادرس في اكاديميه مصر العسكريه كاستاذ زائر للتاريخ العسكري، وده من خلال البحر يعني. انا مش بقول انا اكتشفت مراكب حرب عالميه، لكن بديت يعني البحر علم حضرتك طبعا بيعلم اهو اجيال. ايه اللي جاب 40 مركب من الحرب العالميه الاولى غرقانين في اسكندريه؟ غريب، احنا مش متخيلين لينا دور كان كبير قوي في الحرب العالميه. ده احنا كانت مدينه اسكندريه كانت مستشفى الحرب الرئيسيه لمنطقه البحر المتوسط، كله كان بيجي يتعالج هنا في اسكندريه، كل مكان في اسكندريه كان مستشفى، المدارس مدارس مستشفى، الجوامع مستشفى، القصور بتاعت الملوك كانت مستشفيات، كل حاجه كانت مستشفى، البحار، الشواطئ، القطارات، كل حاجه تحولت الى مستشفى.
وبالتالي اصبحت الخبير الوحيد عن الحرب العالميه الاولى، وانا لسه راجع من استراليا كمبعوث رسمي من وزاره الخارجيه والثقافه، واني اقول كلمه مصر عن الحرب العالميه الاولى. مصر احتضنت بالظبط، يعني رغم ان في حروب لكن احنا كنا ما زلنا ارض سلام واحتضنت المرضى. 18 دوله فوق ارض مصر ناكلهم ونشربهم ونحميهم ونعالجهم، وعشان كده مصر اتسمت ام الدنيا لانها شالت الدنيا فوق ارضها. اسكندريه تحديدا كان فيها يعني من العالم كله ناس عايشه على ارض اسكندريه. الدنيا كلها، ما هو الدنيا كلها، ما هم دول 18 دوله، الدول الرئيسيه انجلترا وكندا واستراليا ونيوزيلندا وساوث يونان وكل العالم دي كان فوق ارض مصر لحمايه، اولا علشان نحمي قناه السويس. يعني الدوله العثمانيه لو كنا نشبهها بداعش كده كان هدفهم ان هم يخشوا يبيدوا شعب مصر، فكان لابد من الحمايه. لكن عايز اقول ان اللي انتصر في حرب قناه السويس دي في الحرب العالميه الاولى هو جيش مصر بس، لان هم اختاروا العثمانيين يعدوا من المنطقه اللي فيها الجيش المصري، فابادهم الجيش المصري وحصل انتصار ضخم جدا، واثنين من الضباط المصريين خدوا وسام فيكتوريا كروس، ده اعلى وسام عسكري في العالم، لان لم يتوقع احد على الانتصار. وعلشان كده دايما نقول ان عقيده الجندي المصري غير اي جندي اخر في العالم، بيدافع عن ارضه متمسك بيها، فتلاقيه ممكن يعني يرمي نفسه في التهلكه علشان ينقذ الاخرين، لكن اي جندي تاني يعني احنا بالنسبه لنا لما نيجي نتفرج على الاحداث اللي بتحصل، تلاقي الشعب الوحيد اللي مهما حصل فيه مصائب قاعد في البلد، تروحش حته تانية خالص، ما عندناش حته، واحنا عندنا اللي يخرج من مصر دي تعتبر هي الكارثه، ولو ان يعني اليومين دول الناس يقول لك عايز امشي وبتاع، لكن كان لحد فتره قريبه النفي من مصر زي الاعدام. صحيح، مهما راح بلد تانية اوروبيه يعني ولا زغلول نفوه، كان هيموت نفسه، ده محمد فريد، النفي كان هو بمثابه الاعدام، يعني خروج الناس من مصر. فاحنا دايما قاعدين في بلدنا مهما حصل ما بنسيبهاش، يعني شعب السوري مثلا يلاقي الدنيا حروب قامت ياخد في الحرب الاولى ياخد بعضه ويمشوا ودلوقتي ولحد النهارده، لكن الا الشعب المصري. وكمان شعب مصر حتى في الحرب العالميه الاولى كان مهمته كمان يدافع عن الدول الشام، كان يدافع عن الكعبه، كانت المدافع اللي حوالين الكعبه حمايه المقدسات، منوط بيها الجيش المصري، كلها المدفعيه الجيش المصري حمايه الكعبه. لما القائد العثماني اللي كان محتل المدينه والجيش المصري حصروهم، فقالوا خلاص هننسف قبر الرسول، تخيلي بقى الدوله اللي بتدعي الدين وبتاع هينسف قبر الرسول لانه اتحاصر، دين سلطه. فقرر الجيش المصري ان هو يخرج ويسيب سلاحه ويخرج بامان في مقابل انه احنا نحافظ على قبر الرسول. فشوفي قد ايه قوه وعقيده المصريين الدينيه، حماية أهل الشام، رحنا نحارب عشان ننقذ الشام من جمال باشا السفاح، ده اللي كان بيقتل في أهل الشام في الحرب العالمية الأولى. حقيقة تاريخ الحرب العالمية الأولى ضخم جدا جدا، بس جزء من هذا التاريخ تحت البحر، والبحر هو اللي حكالنا عنه، يعني الأساس هي السفن الغارقة، 40 مركب من الحرب العالمية الأولى غرقانين في اسكندرية. احنا عندنا يعني تاريخ عظيم على مر العصور. فشوفي بنتكلم فين، بنتكلم في ما قبل الميلاد، تاريخ الفراعنة، نابليون، الاغريق، الرومان، بنتكلم على الحرب العالمية الاولى، على الحرب العالمية الثانية، في العالمين، مش هنروح بعيد. احنا بنتكلم في كنوز بنملكها. احنا ان شاء الله نتمنى نبقى مع حضرتك تاني قريب، والدنيا تختلف، ونلاقي سياحه كبيره من العالم كله جايين يشوفوا الحضارات اللي موجوده تحت البحر. بشكرك يا دكتور كتير. شكرا. معايا
معانا كارمن الجندي مرشده سياحيه. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. واحنا افتكرناكي يعني مخرجتنا مع نور، افتكرتك اجنبيه وانا كمان. انت نص الماني ونص مصري؟ نص الماني نص مصري، مامتي المانيه وبابايا مصري. وعشان كده بتعملي تورز للالمان بشكل عام في مصر كلها؟ انا مرشده سياحيه الماني، لغه الماني. طيب هنتكلم على الاحداث اللي بتحصل هنا في اسكندريه علشان تعملوا نوع من الدعايه، تعرفوا الاجيال الجديده يعني ايه كليوباترا، يعني ايه القصور بتاعتها والجمال بتاعها، فتكلميني عن الايفنت ده لان انا عارفه ان انت كنت من اهم المنظمين في الايفنت. احنا عملنا ايفنت 30/9 مش السنه اللي فاتت، السنه اللي قبليها. حبينا نعمل نراجع كل اسكندريه الحاجات الحلوه اللي فيها، فاهم حاجه يعني طبعا الاثار المعروفه قوي هنا كليوباترا، فقلنا لا لازم نعمل بقى حاجه فرعونيه بطلميه حقيقيه غير بقى اللي بيتهرد في كل حاجه. يعني عملنا صممنا الملابس من اول وجديد، مش عايزه اقول لك تعبنا في الملابس قد ايه، يعني انا مصممه الملابس. عندي طبعا حاجات هتليك الماتيريال نفسه وكنت مقربه منه في الملابس بالتصميم. بصي انا عايزه اقول لك حاجه، انا جبت حاجات من بره، جبت حاجات من طنطا، جبت حاجات من حاره اليهود، يعني شغلت مصر كلها. بس لبسي يجنن. لا يعني والتاج بتاعها، العرش بتاعها. بصي كمان لبسها كان مهم قوي بالنسبه لنا، الماتيريالز يعني المواد كانت بتاعته لازم انها تنزل بيه الميه، فزي ما تنزل زي ما تطلع، فطبعا ده اخذ مننا مجهود. احكي لنا كده عن القصه الاول، يعني احنا عرفنا خلاص تسمين ازياء ولبس كلفك تعب جدا. لكن احكي لنا الاول على القصه، بما ان في نزول ميه وفي تسليم وبتاع حاجات كده، فاحكي لنا عملتوا ايه بالظبط. احنا بالظبط ان احنا اخترنا 50 ولد وبنت، اخترناهم كاستنج، يعني ان احنا كنا بنروح يعني قعدنا حوالي 4 5 مرات عملنا اعلانات ان احنا نشوف ان احنا كنا محتاجين شكل معين. طبعا لازم البنات تبقى شكلها مصري، ما ينفعش بقى شعر ملون يعني انا ما ينفعش خالص. لازم يبقى شكلهم مصري ويبقى لهم جسم يعني شكلهم معين، لا يبقوا قصيرين ولا طوال، عندهم استعداد الرشاقة. الولاد كانوا بالدي بيلدرز طبعا، انه لازم الرياضة طبعا، جنود يعني لازم يحموها، حاجة مهمة قوي. بعد كده ضربناهم على الحركة على الرأس، كان مهم قوي انهم يفهموا انهم ماشيين في الشارع ما ينتبهوش غير لنفسهم، يعني ما يبربشوش ما بالظبط، كبرياء بقى وفخر وحاجات زي كده، فاخد منها تعليم كتير قوي قوي الموضوع يعني ده. نفسه اللي اشتغلوا الكاست نفسه، انتوا اشتغلتوا عليهم مده طويله عشان يتمرنوا؟ يعني بصي غالبا يعني بصراحه انا واشرف اللي اشتغلنا مع بعض، يعني كنا كل قعدنا 3 شهور من الساعه 8 الصبح لغايه 3 بالليل بنشتغل. طيب وعلمتوها، لان انا شايفه برضو الملكه او اللي عملت دور الملكه شكلها يجنن وواثقه في نفسها قوي، قاعده بكل كبرياء فعلا وشكلها مصري جدا. يعني انتوا اخترتوها كمان الشكل اللي هو الفرعوني ده المحدد اللي واضح. هي ناتالي بنت انا اعرفها كويس، مامتها صاحبتي وباباها كمان صاحبي، وبعدين هي ما شاء الله كل اللي انت شايفاها هي عندها 19 سنه. بس هي انا سالتها يعني تحبي، فقالت لي اوكي، فجبنا لها حد يضرب لها، يضربها على الحركه ازاي تبقى يعني خدتها كتير قوي للاوبرا للملابس، تصميم الملابس وعملنا المكياج كذا مره. لا بصي كل حاجه، وبان كل حاجه في اللبس لها معنى، يعني مش مجرد لبس عادي كده. يعني هودج بقى اللي هي كانت عليه ده، او اللي هو زي العرش او الكرسي بتاعها ده، برضو شايفاه التفاصيل فيه باينه قوي. ما احنا قلنا لازم نعمل كليوباترا، وحتى يوميها انا فكرت في حاجه كده مهمه قوي. طبعا احنا جالنا اجانب كثيره قوي، فقلت لازم اديهم هديه، فانا عملت ايه، جبت الكوين اللي هو نص جنيه عليها ايه كليوباترا، الله، حطيتها في ورده وديتها لنفسي. زي اللي هو الكوين بتاعنا. ما انا مرشده بقى، عملتها علقه. الله، وهي لونها ذهبي لوحدها بالظبط، بس عليها كليوباترا، فهم يعني اهم حاجه ان نفس الحدث، فروحت عاملاها. العمله دي ما بقتش موجوده كتير، فدلوقتي اكنها حاجه قيمه. انا قعدت شهر حوالي بدور عليها عشان كمان تطلع عمله حلوه، ان في وحشه قوي في السوق طبعا اللي هي ادمت بقى. فربطتها كده بورده، والناس بقى الضيوف الاجانب اخدوها اتبسطوا بيها قوي قوي. كويس جدا. طيب قولي لي بقى، بتنزل كليوباترا الميه؟ المفروض انها يعني احنا مشينا اللبس ده اكيد تقيل من القلعه، مشينا طبعا ب 50 ولد وبنت، وبعد كده مشيتوا على كورنيش هنا؟ على الكورنيش، وبعدين احنا كنا قلبين هنا السنتر عاملين له معبد. حد متخصص ديكور، ديكور معبد، انت داخله على المعبد مش داخله سنتر خالص. بعد كده لغايه ما هي قاعده على العرش والناس جت تتصور، كنا حطينا المركب بقى نزلناها في الارض، يعني في الارض وبعد كده في البحر، وطبعا نزلت مع الجنود بتاعها برضو، ويعني
وتفسحوا وناس صورت، وكان في خوت كتير قوي بتصور، كل العالم كان بيصور. القناه الحلوه جابت المفتاح فعلا اللي هو بتسلمه للحاكم. احنا في الاول خالص هناك كنا عاملين منصه، كان المحافظ موجود والمنطقه العسكريه كانت موجوده، والضيوف والاجانب والضيوف وكل حاجه. فانا كنت دايما برضو من ضمن الحاجات اللي دايما كان معاهم دايما اقزام. الاقزام دي كان مهمين قوي في الفتره بتاعه الفراعنه، يا اما هم كانوا مسؤولين عن الملك او الملكه، يا اما كان بيعملوا حاجات مهمه قوي. فانا كنت جايبه راجل صغير، هو بقى ماسك المخده، هي اديته المفتاح، هو نازل اداه للجندي، والجندي راح مديه يعني المحافظ يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. احنا عملنا بالظبط يعني الطقوس هي زي المفروض تتعمل بالظبط. ردود الافعال، انت بتقولي لي كمان بره عارفين اكتر كمان من مصر عن العالم كله كان موجود. كل الصحافه العالميه نزلوا كميه، يعني لو حد دخل على الموقع اللي يكتب The Dream of Cleopatra هتستغربي، العالم كله كان منزل الايفنت بتاعنا. كويس. وبصراحه برضو قناه الخمس كانت عامله فيلم حلو. كويس جدا. قولي الالمان في حاجات معينه بيحبوها؟ انا عارفه انهم بيحبوا الاثار اكتر حتى من الغوص والدايفنج وشرم الشيخ، يعني غاويين اثار. قولي لي ايه اكتر حاجات اللي بيحبوها في مصر؟ بصي يمكن انا مختلفه شويه في الشرح، يعني انا مش بحب ان انا اقول كلام التقليديه، فالناس وهي ماشيه بتعيط بصراحة عشان حاجة تانية. أنا بقول لهم أنا هعرفكم ليه ده اتعمل كده وإيه السبب. بعلمهم فن وديانة. في الحاجات اللي هي الناس ما بتتكلمش. فن وديانة، يعني لو أنت فهمتي التمثال هتعرفي ليه هو اتعمل كده. الله. فهو ده اللي بيبقى يفرق مع أي حد. بقول لهم أنا لازم يعني خليكم تسيبوا مصر. عايزين ترجعوا تاني؟ لا مش بس كده، لو رحتوا اي حته في العالم دخلتوا متحف انتم من نفسكم تفهموا الشرح. yeah. فهم ده اكنه كورس مكثف يعني. بالظبط. يعني بيتبسطوا. برافو عليكي، واحنا سعداء بيكي، وربنا يكتر من الناس الشاطره اللي زي كده. هترجع تبقى كويسه في الاول. لا بجد مؤشرات طمني، احنا عشان متابعين كمان السياحه المؤشرات بتقول كلام كويس جدا جدا، فان شاء الله نتيجه. بس انا يهمني اسكندريه تحديدا. اسكندريه يعني احنا كمان بنعمل دعايه جامده قوي قوي ليها، ان للاسف الشديد يعني لما بيبقى معايا مجموعه بحب اتكلم مع اسكندريه مفيش دعايه لاسكندريه خالص. ايه اكتر حته انت بتحبيها بقى شخصيا لما بتيجي هنا؟ انا بحب بنزل قوي كوم الشقافه. بتتكلمي جد؟ اه. ايه اللي بتحبيه هناك؟ بصي برضو تاريخ، يعني حكايه الشقفه دي، يعني هو ليه بيسموه كوم الشقافه؟ هما زمان كانوا لما بيجوا في الاعياد زي احنا بنعمل بالظبط الايام دي، يروحوا يزوروا الاموات بتاعتهم، فكان بيروحوا يتغدوا معاهم، ياكلوا معاهم، يجيبوا اكل معين اللي هو حاجه. بس ما ياخدوش الاكل من البيت. فبيكسروا الطبق، فعشان كده اسمه كوم الشقافه. الشقف اللي هو من الطباق. فعشان كده الناس كلها في العالم كتير قوي بيعملوا كده في الاحتفالات، بيكسروا حاجات، فدي طبعا جايه من الفراعنه. اليونانيين وكده برضه. بالظبط كده، فده اصلا حاجه فرعونيه. فبصي لما تيجي تربطي الاديان كلها ببعض. ترتبطي بالمكان. بالظبط كده. بشكرك ونورتينا في البرنامج. ميرسي، انا ميرسي قوي ليك. كلنا عارفين شهر 7-8 ويمكن نص 9 اسكندريه بتبقى زحمه جدا، والحقيقه انه اسكندريه اغلبها بتبقى سياحه داخليه، قليل قوي ما بيجي اجانب، لكن احنا بنحاول وهم كمان في اسكندريه تحديدا بيشتغلوا على ان يبقى فيه جذب سياحي من العالم كله، من الصين، من استراليا، ومن عدد كبير من الاسواق اللي بيحاولوا يفتحوها هنا في اسكندريه. اسكندريه اجمل في الشتاء من الصيف، ودي جمله الحقيقه ابتدينا نسمعها كتير، ان الجو هنا لو ما فيش نوى وما فيش امطار بيبقى رائع ويبقى كمان دافي، وتلاقي الجو على البحر كمان ما تحسش ان فيه مشكله، تلاقيه جميل وبتستمتع بيه. اسكندريه بتبقى تجنن في وسط السحاب والشمس طالعه، البحر بيبقى اكنه لوحه مرسومه، واحنا كمان ادينا شايفين جزء من هذا الجو. احنا دلوقتي في عز الشتاء شهر واحد، الدنيا طبعا تلج، لكن عايزه اقول انه انا في القاهره لا اسكندريه الجو فيها احلى واجمل بكتير. والرمل الزهراني وعشرة الكرة.
الرمل الزهراني عالشط الكهرباني، والسحر اللي احتويته والبحر اللي احتواني، والبحر ابو الف موج والموجة الف حالة، وانا المغرم صباح